احسن اصلا خساره فيها. عايزين يشوفوني بقابلك مرسال الروح مثل ما بتعرفوا انا هون لضحككم، وكل ما تحطوا كلمة رولا بتدفع لي زيادة، بس اذا منصفن شوي بالاشياء اللي بتضحكنا بيننا وبين حالنا بصير فينا نبكي عليها وعحالنا ولحالنا، فينا نضل نضحك من هلأ لبكرة على السياسة والسياسيين، بس مننسى ضحكتنا بس نرجع ننتخبهم هن ذاتهم. عبالي شي يوم واحد بس شوف شي مغير بهيدا البلد. يا جماعة نحن مع الترييف مش ضده أبدا. أنت أستاذ مين انتخبت؟ مش ذات الأسماء؟ حضرتك مش نحن خي بلد ديمقراطية؟ عندك كل هالحرية، ليه بترجع بتنتخب ذات الأسماء وذات الخطاب وذات البرنامج اللي ما انعمل منه شيء من سنين؟ هودي هني نفسه بلا ما نحكي ما بدنا نزعلكم. خلينا هلا نحكي على السوري. بونسوار مسيو، بنضل نستلمه على الشاشات. شو بتحب تاخذ الليلة؟ وبدنا اياه بنفس الوقت يحط مصرياته عنا بالبنوك. عايز دي؟ ليه؟ هلا بعد شوي عندها فقرة. لا كيف؟ انا عايزها دلوقتي، عايز اتكلم معاه في حاجه مهمه. بعتذر ما فيك تحكيها هون، اذا ممكن تحكيها برا. بقول لك انا عايزها ضروري، انت ليه مش عايز تفهميني؟ مسيو اذا بتريد وطي صوتك، هيدا محل محترم. انا مش مسيو، عماله تقولي لي مسيو. انا عايز اديها حاجه، فهمتي ولا اقول تاني؟ مسيو اذا بتريد وطي صوتك، هيدا محل محترم. عماله تقول لي مسيو. لو سمحت لو سمحت يا عم، انت مش عارف. مش هطلع، بقول لك. بقول لك ايه، انا معاك مش هطلع. بقول لك اعمل معاكم. طبعا شوشه.